سلام البنات، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة ديال برنامج بيوتي اند ميك اب. اليوم غادي نشوفوا واحد لو تيم اخر ديال المكياج اللي هو مكياج طبيعي. فهاد الحلقة غادي نشوفوا كيفاش ممكن انك تكوني زوينة بلا ما تحطي حتى شي برودوي على وجهك. سلام سعيدة. سلام هدى. اليوم عندنا حلقة خاصة بالخلطات الطبيعية. غنبداو أول حاجة غادي نديرو أن قوماج بالقهوة. دونك أنا في هاد القوماج كناخد شوية ديال القهوة. وبلا ما نكتر فيها كتر المكونات كنخلطها غير بماول. كنزيد غير شويه الماء وكنخلطها مزيان. اللي متوفر عليها شي زيت من الزيوت، سواء ديال زيت الكوك او حتى زيت الزيتون، تقدر تخلطها معها. بالحق هذه كتصلح للناس اللي عندهم البشره دهنيه. ملي كنخلطو غير بحال هكا، عطيني سايدي يدك، كناخدو طلعي هدا شي شوية فوالا، كناخدو كنأبليكيوها على الوقف ديالنا بعد دقيقة. فهي كتساعدنا على أننا نديرو مساج للوجه أو ميم طون أن كوماج. كنأبليكيوها بحال هكا. شحال ديال الوقت تقريبا؟ ممكن تابليكا ما بين 5 حتى 10 ديال الدقائق، بحال كنديرو قماش او ميم طون مساج. من بعد كنغسلوها بالماء دافي. من بعد القماش ديال القهوه ملي كنغسلوه كنشوج، انا كنخليه يرتاح شي شويه، كندوز من بعد ان ماسك. حتى هو سامبل، فيه غير جوج ديال المكونات بحال الاول. كناخذوا حليب بودغ ولا نيدو كما معروف عندنا حنايا، كناخذوا شويه منه. ممكن يدار مع الروز، نقدروا نزيدوا عليه الروز مطحون اولا نقدروا نزيدوا عليه الحلبه بلديه مطحونه. المهم لا باز هو الحليب بودغ. كنزيدو عليه الماء ورد، وكيف ما قلت لك نقدروا نزيدو شي زيت من الزيوت. وبالنسبه للبشره الجافه وبالنسبه للبشره الدهنيه نكتفيو غير بالماء الورد. كنخلطو مزيان. من بعد ما خلطنا المكونات ديالنا غادي نابليكيو كيف ما درنا القماش مع هاد الخطره سون ماساج. عطيني يدك، أبليكيو هكا على الفيزاج ديالنا كامل. وكنتسناو ما بين 4 ساعة حتى 20 دقيقة بين ما كينشف. فوالا حتى كينشف كنحسو به قساح، وديك الساعة كنغسلوه بالماء دافي باش كيذوب لينا. من بعد سعيدة ما كنديرو القماش وكنحيدو، قلنا كنابليكيو الماسك باش كي يرتاح لينا وجهنا. كنجيو دابا انا نعطيكم واحد لاستيس اللي كنديرها انا شخصيا في بلاصة لو فاراجو. الوغ بلاصة الفاراجو غا كنستعملو العكر الفاسي مع لا كريم، اون كريم ايدغاتونت. انا كنستعمل لا كريم نيفيا. وي غا كنديرو غير شويه، غير شي شويه ديال العكر الفاسي مع
effectivement كنديرو حتى هاد كنديرو حتى غوج اليف مي غوج اليف عندها لا سيسور بوحدي حتى ما كنديروهاش مع لا كريم ايدراتونت هي كنديروها مع فازلين دونك كنخلطو لا كريم كنخلطو خا توسخ ليا يدي ما يمكنش كنخلطو مع العكر الفاسي من بعد ما كنخلطوا هاد المكونات بزوج كيعطينا هاد الخليط هذا كنقدروا نحتفظوا به كنقدروا نديروا اون بواط ونحتفظوا به نبقاو نديروها كل ليله حيت هو ما كيخصناش نديروه في النهار حيت العكر الفاسي كيعطي لا كولور مجهده دونك كنابليكيو غير هنايا في لي جو هنايا في الليل وفي الصباح ملي كتفيقي كتغسلي وجهك كيخلي لك داك لي فيه ناتوريل ديال الحنيكات كيبقاو حمر وخلاص لا كولور كنقدروا نلعبوا بها على حساب لا كرفاس ما حنا كنزيدوا لا كولور كتزيد كتغلق فوالا هادو هما لي زاستيست ديال هاد النهار بوغ لي خلطات طبيعيه والمكياج الطبيعي كنتمنى تكون عجبتكم وشكرا. فوالا هادو هما الوصفات الطبيعيه اللي قدمنا لكم اليوم وهذه هي لاستيس ديالي انا ديال باش كندير الفاراجو ناتوريل كنتمنى تكون عجبتكم ونتلاقاو في حلقه اخرى.